تعمل فيها. الله يرحمك يا أمي، كانت تشم الورد لتتذكر ريحة المكان اللي هي ربيت فيه، كانت تدور عليها مثل الأمي اللي مضيع أولادها. ليش انتو منكم من هون؟ أنا خلقت بالضيعة هون، بس أمي أصلا من ضيعة تاني، اتزوجت وإجت عاشت بضيعة هون بقية حياتها. نصيبة، بس كانت محبوبة كتير هون. الله يرحم ترابها. وما زارت ضيعتها أبدا؟ ما كانت حابة تروح. كم مرة قلت لها خلينا نروح لهنيك، أنا رحت وتصورت هنيك وجبت لها الصور لهون، بس مستحيل، كانت مصرة أن تضل محتفظة فيها بذاكرتها وبس. هلا أنا كمان صرت مثلها، فضل احتفظ بذاتي كذكرى وبس. كتير شغلات تغيرت بهالفترة. شي مو بالعقل، انقلبت حياتنا كلها. قبل ما يصير اللي صار كنت مفكرة حالي أسعد إنسانة بهالعالم كله. هاي حال الدنيا، أحيانا بتقعد وبتفكر بكتير أسئلة، لأنه بأغلب الأحيان ممكن تتفاجأ بأقرب الناس إلك، أولادك اللي ربيته. غريبة هالدنيا، ما بتمشي على كيفنا، دائما بتعاكسنا. ايه بس حسب معرفتي بكريم لقيته شاب كتير منيح. مظبوط، معك حق. تعرف لحد اليوم كريم ما زعلني ولا مرة، كان عمره 10 سنين لما أمي جابته وربته، كان منيح بمدرسته ومنيح مع كل رفقاته هون، بحياته ما كان يفوت بمشاكل. وبعد ما ماتت أمي صفينا نحن الاثنين لحالنا، كان هو عزائي الوحيد من بعدها. أنا بحياتي ما تخيلت تصير هيك قصة. أنا برأيي من حظها لفاطمة إنه أنتي كنتي طرف، وطرف مهم بهي القصة. طبعاً أكيد ما كنت بتمنى إنه تعيشوا اللي عشتوه. مين سمعك؟ بس بالأخير بقول إنه كل هالشي مكتوب، بس أنتي كنتي دواها الوحيد لهالبنت. طبعاً أنا مو قصدي بالأعشاب، بعقلك الكبير وبخبرتك وبحبك إلها. مراد لا تركض يا ابني مشان ما تشوك. الو ميسر خانم؟ ايه انا. انا بيسار رجدان. بس انا ما بدي حاكي ولا حدا فيكم. رجاء اسمعي شو بدي اقول لك. لا ما رح اسمعك، انا رح سكر. ست ميسر، انا ما عملتك هيك لما اجيتي لعندي على البيت، انا فتحت لك بيتي وسمعت لك. وقتها كان الوضع غير هلا، لأنه القرار صار هلأ بإيد القاضي وما حدا غيره. ست ميسر، ما دقيت لك بصفتي من بيت رشدان، أنا دقيت لك بصفتي أم. إذا استمرت هالقضية ناس كتير رح ينأذوا بالنص. كلياتكن عم تحكوا نفس الحكي، يعني مين رح يتأذى؟ شو قصدك باللي عم تقولي؟ عم تهدديني ما هيك؟ لا أبداً ماني عم هددك، عم قلك على اللي بده يصير. أنتو مستحيل تربحوا هالدعوة أبداً. أنت شو عم تحكي؟ ما رح صدقكن. قولي لي ليش بقى؟ لأنه أنتوا خايفين منا. لنفترض أنه فاطمة قدرت تثبت للقاضي صحة ادعاءها، مع أنه هالشي مستحيل يصير، بس لنفترض أنه صار، وقتها شو رح يكون وضعك أنت بقى؟ ما بعرف إذا المحامي خبرك ولا لا، لأنه أنت كمان بكرة رح تتحاسبي. رح أذكرك أنت أخفيتي الأدلة وكذبتي بأقوالك ولا نسيتي؟ لا ما في هيك شي. لا في فكرك، فاطمة كيف رح تدافع عن نفسها؟ لقلك شو بتقول، رح تقول مرت أخي هي سكتتني. أنت كذابة. ورح تقول إنك قبضتي مصاري منها كمان، وذكرتي بالبيت اللي بتضيعة، وبعت البيت يلي بعد كذا شهر من الحادثة نسيتيها؟ نسياني إنك بعتي بيتك ومزرعتك لبيت رشدان؟ ما بعتهم لبيت رشدان، منير تضحك علينا. هذا الكلام بتقوليه للقاضي، لأنه أكيد بكرة رح يسألك قدامنا بالمحكمة كيف بتبيعي بيتك لناس إلك عداوة معهم. نسيتي انك موقعة بايدك على العقد ست ميسر؟ انا رح سكر وما بدي اسمع منك شي. بذكرك انت اول وحدة رح يحققوا معك بالمحكمة. مستحيل. بلا، بكرة رح تشوفي
وانتي كمان رح تنحبسي معهم. لك انتي شو فكرتيني لتضحكي علي؟ قال بدهم يحبسوني قال لانكم خايفين عم تحكوا هيك. اصلا عم تحاكيني لانك واثقه انه رح نربح الدعوه. انتي متاكده من الشيء اللي عم تقوليه يا خانو؟ انتي كذابه. شو ما قالت فاطمه بالمحكمه انا رح وقف معها، فهمتي؟ ولا ترجعي تدقي لي لاني رح قله للقاضي. بكفي بقى. مجنونة هالمرة. أخ مراد لا تركض، رح توقع، انتبه.